ابو يا جبت خبز، بارك الله بك، الله يعطيك الصحة والعافية، الله يكثر من امثالك، بارك الله بك ابني. اي ابويا جبت خبز وجبت صمون وخير من الله جبت. ابويا انت ايش دعوة جايب خبز وصمون؟ هم نجينا بس خبزات يا ابني، احنا قليلين، صديق كذيب. ابويا طبعا اجيب خبز وصمون، لان ما يكفي، تشوف هسه هاي قرصة خبز غير كانها ورقة يا ابويا، اي والله العظيم يعني هسه هاي تكفي؟ تشبع لها بشر هاي ما تشبع لها، يعني هسه المخابز لو يباعون على العالم يعني يكبرون الشنقة مالتهم، ما يصير هيجي. ابويا شو الطحين رخيص من فضل الله، وهي ست قراص بألف دينار، وقشرة ابويا ورقة تقول مال دفتر، صدق كذي ما تشبع له طفل مع الأسف، حرام هذا. ابويا احنا الحمد لله والشكر عندنا راتب ونشتري خبز، بس الفقير شلون؟ يعني بهسه هاي قصة خبز يشبع بيها الفقير؟ والله ما يشبع بيها يا ابويا، أتمنى من أهل المخابز يدير بالهم على الفقير يا ابويا، هم يراعون الفقير. ابويا إذا صب لنا عشاء والله كريم أنا جاي وراك ترى.